أيها الإخوة المؤمنون، أوصي نفسي وأوصيكم أنه كلما التقيتم بأحد من هذا الجيل العملاق، هذا الجيل الذي عاش بخواطره الإيمانية مع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذوا السير بين أفراد المجتمع في مصر وخارجها يعالجون من سلبياتنا العديدة التي نصنعها نحن. هذا الجيل الذي حفظ القرآن في الكتاب، هذا الجيل الذي تأدب مع شيوخه، هذا الجيل الذي استقر في نفوسهم وفي وجدانهم أنهم مهما عاشوا سوف يرحلون عن هذه الدنيا، فما أجمل أن يتركوا وراءهم من ذكرياتهم الغاليات التي يتذكرها الواحد منا بين الفينة والأخرى بين الحين والآخر، فيقول: اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم وألحقنا بهم على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، الكلمة التالية لواحد مما عشقوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، إنه علم من أعلام جامعة الأزهر الشريف، سعدنا به كطلاب وسعدنا به من خلال قراءاتنا لمنشوراته ومؤلفاته، وسعدنا به في برنامج لغة القرآن، وهو من البرامج الشهيرة التي شرفت بتقديمها إذاعة القرآن الكريم للقاهرة، معالي الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. يا ربي، لا راد لقضائك ولا معقب لحكمك، حسب القلوب ما فجعها وحسب العيون ما فيها من الدموع لمصابنا الجلل، هذا العلم الكبير الذي ودعناه وكان ملء السمع والبصر. ما وقفت هنا متحدثا فهو أستاذ المتحدثين، وما وقفت واعظا فهو شيخ للوعاظ، اهتزت المنابر لذكره، عرفته المحافل الدولية والمحلية بصوته الرخيم بأدائه العذب. أسأل الله سبحانه أن يجعل كل كلمة قالها في ميزان حسناته، وأن يكتبه بها
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فباسم جامعة الأزهر وباسم أهل القرآن، وأريد أن أنصص على ذلك، فهو أهل القرآن، ويشهد الله أني التقيت به منذ أيام، فرأيت على وجهه حسن الخاتمة، فأسأل الله أن يلحقنا به على أحسن حال، وأن يجعله من أصحاب اليمين، بل من السابقين السابقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لهذه الكلمة الطيبة التي كانت من أستاذنا الدكتور سامي عبد الفتاح، وهو من رجالات جامعة الأزهر الذين أخذوا على عاتقهم أن يبينوا للعالم بأثره وسطية الإسلام وسماحة الإسلام. فمصر والحمد لله من أولى دول العالم التي أنشأت كلية لعلوم القرآن الكريم لتنشر القرآن وعلومه في شتى بقاع العالم. أيها السادة، من الذين يشاركون في عزاء المغفور له أستاذنا الدكتور محمد متولي منصور، وكم يعز علي وأتماسك رغم أن أعصابي كلها ترتعد كيف أنطق بهذه الكلمة المغفور له، ولكنها سنة الله في خلقه. رحمك الله شيخا وأبا ومعلما وقدوة، فقد كنت لي والله بمنزلة الأخ الأكبر الذي أستشيره في كل صغيرة وكبيرة، في أفراح كان أول المهنئين وفي